السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح عينيه على وطن سليم، نشأ على إيقاع سيمفونية الرفض والثورة، صار فدائيا ثم قياديا، وها هو شاهد يروي للتاريخ مسيرة طويلة من العمل الفلسطيني. إنه القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح، الأستاذ عباس زكي. مرحبا بك. سلام. أهلا وسهلا. اسمك الحقيقي يقول، أو تاريخك يقول إن اسمك الحقيقي هو شريف علي مشعل، لكن هذا الاسم استبدل بعد معركة 67. لماذا؟ من استبدل هذا الاسم؟ يعني بعضهم يقول بعد معركة الكرامة، وبعضهم يقول الاسم استبدل بعد حزيران. بعد حزيران. بعد حزيران. كنت أولا مدرس وموظف ومعروف هذا الاسم شريف مشعل. كنت مدرس بخليل السكاكيني بالقدس، ثم بالشونة الشمالية بالأردن، وبالتالي بعد الهزيمة ذهبت إلى التدريب العسكري لأتفرغ، أترك العمل في التربية والتعليم الأردني لأكون فدائي، خاصة وقد كنت يعني في الجناح السياسي والتنظيم لحركة فتح منذ 62، وكان لابد أن أحمل اسما آخر غير الاسم، لأن تنقلت أسماء حركة. هل صحيح أن ياسر عرفات هو الذي أطلق عليك هذا الاسم؟ بعد التدريب هو الذي خرج الدورة يومها، وكنا خايفين منه لأنه كان المدرب الحقيقي إن اسمه مجاهد، وهو على خبرة عالية من التدريب، يطلق الرصاص على رؤوسنا في أثناء الزحف بمعدل معين. فجاء ياسر عرفات ليتولى هذه المهمة، وكان اسمه الدكتور أبو محمد، فخفنا أنه يطبشنا يوم يعني يقتلنا، ولكن الحمد لله كانت ناجحة الدورة. كان قاسي ياسر عرفات في التدريب؟ هو بس تخريج، مش أشرف؟ لا، في التخريج فقط. أشرف عليكم؟ أشرف على التخريج. كان اسمه أبو محمد، الدكتور أبو محمد، وكان المفوض السياسي للدورة اسمه بشير المغربي، اللي هو فاروق القدومي. فاروق القدومي. فأنا كنت يعني بعد ما خلصنا الدورة سأذهب في مهمة في فدائية إلى داخل الوطن، فجلس معي الاثنان وقالوا لابد أن نجد لك اسما آخر. اسم حركي هذا يعني؟ اسم عباس زكي. اسم ثوري. ثوري. حركي. فقلت كلبتكوية سموني، يعني كان اسمي في الأول أكرم أثناء التنظيم. فقال لا، بدنا نبدل الاسم لأنه خلص بدناش إشي يشير لتاريخك السابق واسمك السابق. فقال أبو عمار إيه رأيك بعباس؟ قلت لا مانع. فقال أبو اللطف الزكي، فصار عباس زكي. عباس زكي. حتى لما صاروا يختلفوا هذا على الاسم أنا أنصفهم، يجوا ينادوني مين اللي سماك، أقول هذا قال عباس وهذا قال الزكي. إذن فاروق القدم وياسر عرفات هم اللي سموا، هم الاسم. اختاروا. نعم، أحدهم اختار الاسم الأول والثاني. نعم، أبو عمار اختار الأول عباس، وأبو لطف اختلفت قال الزكي. اختلفت الروايات حول تاريخ تأسيس فتح. أبو جهاد قال كلام، أبو أياد قال كلام، لكن المؤكد أن فتح تأسست، يعني النواة الأولى لفتح هي الإخوان والبعثيين الفلسطينيين. هو شوف، لا كان فيهم وطنيين كمان ناصريين لكن الأساسيين، الأساس شوف الإخوان المسلمين والبعثيين الفلسطينيين. يعني صح؟ يعني هلا أبو عمار كان يتهم بالإخوان وهو ليس بالإخوان، كان يستخدمهم للانتخابات في مجلس الطلبة، ولكنه كان يعني بالإثبات كلهم يقولوا أنه ليس إخوانا إخوانيا. لا، هو منهج وسلوكه لا يوحي أنه إخواني أبدا. كان يبحث عن وطن، وكل الإخوان اللي أجوا لفتح وتركوا تنظيمهم كانوا يبحثوا عن التنظيم من أجل فلسطين، فلما شافوا أن التنظيم لا زال اهتماماته متأجلة عند فلسطين يلتحقوا بفتح. هذا يعني معظم الفلسطينيين كانوا ينخرطوا في الفصائل،
يعني انا عمري وانا صغير مبكر يعني. لا لا، هي فتح ورثت، هي ورثت المقاومة الشعبية. نعم، فتح اعتقد بانها هي التي ورثت المقاومة الشعبية. كل شيء اسمه تحرك باتجاه فلسطين. فهي ادركت انه بعد حرب 56 العدوان الثلاثي على مصر، انه عبثا ان نبقى في الاحزاب، لانه مصر كان الهجوم او العدوان الثلاثي على مصر وما تبعه كان ظالم بالنسبة للفلسطينيين، انه صارت الوحدة السورية المصرية، انفرطت الوحدة المصرية السورية، فكان لابد من ان يكون في هناك من يتقدم الصفوف. وبدأت تيارات بفتح، مثلا في 56 بدأت الفكرة، في 58 النشأة، والنشأة بمجلة اسمها فلسطيننا تحت النداء، مكتوبة يعني هي مرخصة في لبنان، نداء الحياة إلى آخره، كيف صارت بعدين فلسطيننا، ويكتبوا فيها عدد، يستجلبوا عدد من الناس اللي لهم رغبة في الانتماء لنا. إذا بحثنا عن الأب الفكري والحركي لفتح، من هو؟ الأب الفكري والحركي. والله هون بقدرش أحدد، بس بدي أقول إنه يعني فلسطيننا الذين كتبوا فيها كان أكثر واحد حريص أبو جهاد على الكتابة، خليل الوزير. خليل الوزير، كان في عبد الله الدنان، عادل عبد الكريم، خالد الحسن، بعدين كمال عدوان، وعدد من هؤلاء الذين كانوا في البدايات. يعني هؤلاء الآباء الروحي، الآباء الفكريين والحركيين والسياسيين لفتح، هي أبوة فتح أو الخلية الأولى، خلينا نقول لفتح الخلية الأولى. لا، الخلية الأولى يعني في اختلاف عليها كثير، لأنه كل واحد بدأ يكتب تاريخ وينسى الآخر، لكن الأساس في عندك أبو جهاد وأبو عمار. ما بقدم أنا أبو جهاد على أبو عمار، لكن هو أول ممثل لنا بالجزائر وأول صاحب علاقة مع حركات التحرر العالمية، لأنها كانت الجزائر مركز حركات الثورة، فتأثر بهذا أبو جهاد كثيرا. ولكن اللي أخذ الهالة الكبرى الرئيس القائد أبو عمار المتميز أبو عمار. يعني حتى أول زيارة كان واحد اسمه قاوشي سفير للصين في الجزائر، أعجب بأداء أبو جهاد كمدير لمكتب فتح، فسواله زيارة للصين، فأجى أبو جهاد أخذ معه أخذ أبو عمار رئيسا عليه، هنا قابل شو أون لاي، هذا قبل إنشاء منظمة التحرير. قدم لشو أون لاي؟ قدموا لشو أون لاي، شو إن لاي رئيس وزراء الصين، وقال لهم عودوا وأول سلاح يأتي من طرفنا، وفعلا أول دفعة سلاح وصلت للصين في 65 من الصين والجزائر. قطعا الجزائر كانت الأساس في العلاقة، ثم بدأت تتسع الدائرة. لا نستطيع أن نقول من هم الأباء، بل بالخلاصة طلع ياسر عرفات هو الأب، ولكل منهم وظيفة على فكرة. يعني لا تستطيع مثلا خالد الحسن أن يكون عضوا في بلدية الكويت ومؤثر شخصية قامة ومفكر، أن يكون لفتح، عمل فورا ثقة كويتيين مع فتح تقريبا، يعني من علية القوم هيو فتحاوي عضو بحركة فتح. أبو جهاد مثلا هذا الرجل الذي كان دائما هدفه محاربة إسرائيل، ما كان لما يصير خلاف حتى فلسطيني فلسطيني ولا عربي عربي ولا شيء يروح يعمل عملية، ففي رؤيته لا يتوحد العرب إلا على إسرائيل، فيعيد يلحم الأمور. كنا نسميه الهارب إلى الأمام دائما. ما هو دور أبو إياد مثلا؟ مهم جدا. يعني أبو إياد، نعم أبو إياد، لا، ما هو دور الجيل؟ هناك جيل من القادة كانوا أشبه بالحاضنة التي احتضنت العمل الفلسطيني، يعني في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، اللي هم بومدين مثلا، لا، عبد الناصر، نعم، آل سعود، عبد العزيز آل سعود،
يعني هؤلاء لا, لا شوف ننصف الناس. أولا عبد الناصر ما كان مع فتح، عبد الناصر اعترف بنا بعد معركة الكرامة، بعد 68، بعد 5، بعد 68. كان عبد الناصر يرى نفسه هو كل شيء في المنطقة، وأية خروج عنه كارثة. فنحن لما بدأنا العملية الأولى في 65، احنا بعد إعداد وتنظيم من 58 7 سنوات، يعني توصلنا للطلقة الأولى. لما صارت الطلقة الأولى أصبحنا مشبوهين في المنطقة، إنه مين هدول؟ كان القيادة الطلقة الأولى وين أطلقت وضد من ومن أطلق؟ عيلبون، سد عيلبون. وكانت العملية هاي اختارها ياسر عرفات بدقة، إنه هو كان مهندس التفجير، يعني هو اللي أعطى كيف يفجر السد، بحيث قال إذا السد، إذا الانفجار إجا في الحيط بيفتحوا، فبيجي الإسرائيلي بيصلحوا بسرعة، لكن يجب أن يكون الانفجار في الماء، فالماء يفجر كل السد. وبالتالي كانت هاي العملية الأولى، إنه الماء بدأ ينسكب من شهر يناير حتى أبريل لم يستطيعوا، وقالوا إنه هاي وراها قوم متعلمين مش ناس يعني عاديين. وكان عندنا عملية في بيت جبرين وعملية في عرابة البطوف، كلها عمليات نوعية لا تقتل فيها مدني واحد، أهداف عسكرية استراتيجية، لأنه إحنا راح عندنا حوالي 14 شهيد دون أن نعلن. كانوا في عمليات استطلاع مكثفة للمصانع بما فيها ديمونة، للمواقع العسكرية، وكان يعني يستخدمون، أنا كنت من الخلايا التي تستخدم في أن أحضر أي واحد بفهم في تهريب السلاح وبفهم في الوصول إلى أعماق العدو، رشحه أقول لهم فلان هذا عنده قدرات، فيروح جناح يشغله، بحيث أنه لا تبدأ إلا بعد أن تستكمل مسح شامل أولا للعقول الفلسطينية والكفاءات الفلسطينية والأكثر تضحية وجدرية في الانتماء، وبعدين بدك تشوف العدو وشو الأماكن اللي بتوجعه بالضبط، لأنه لازم يكون أهم شيء عندنا قوي نوجهه لأضعف نقطة عند إسرائيل، على أساس هي مقاومة اسمها، مش يعني جيش لجيش. أستاذ أبو مشعل، في فتح هناك تيارات وألوان سياسية طلعت، أكو يعني هناك الجناح السوفيتي عندكم، الجناح الماوي، الجناح الفيتنامي، كل يسار ضمن اليسار، وهناك جناح قومي. كيف استطاعت فتح كخيمة أن تجمع كل هذه الألوان؟ أولا بدك تعرف شو فتح. فتح لم تأتي كحزب، فتح قالت أقصر الطرق إلى فلسطين هو الكفاح المسلح، وبالتالي العضوية لمن يعشق. لكن لابد أن تكون هناك ثوابت وقواسم مشتركة. ما اسمح لي، أنا يعني بدي أقول لك كيف يعني وجهة نظر فتح. فتح ليست تنظيما يعبد، ولا ليست صنم يعني يعبد. فتح اسمها الحركي فلسطين، يعني حتى ياسر عرفات اسمه أبو عمار، واسمه كمان يعني عبد الرؤوف ياسر القدوة الحسيني، يعني مش اسمه ياسر عرفات زي ما أنا الآن شهرتي عباس زكي مثلا. كلنا الانتماء لفلسطين، كان أقصر الطرق إلى فلسطين هو الكفاح المسلح، لرؤيتنا أننا ننقذ الأمة العربية، لأنه هذا السرطان اللي في الجسد العربي هو إسرائيل، ولولا إسرائيل أمريكا ما بتهتم هالاهتمام كله، تدمر كل المنطقة عشان تظل محافظة على إسرائيل. فبالتالي كان رؤية الحركة عنا أنه فتح تحرير فلسطين طريقنا للوحدة. في الإخوان القوميين كانوا يقولوا الوحدة طريقنا إلى التحرير، اجمع وحدات. فنحن حتى ياسر عرفات وهو بيعمل مرة في برميل متفجر، بحط فيه نخالة وبحط فيه نجارة وبحط فيه مسامير وبحط فيه تي ان تي وبحط، ففي واحد عندنا اسمه عبود الله يرحمه عضو مجلس ثوري صار وقائد عسكري، قال له يا ابو محمد كان اسمه ابو، شو قال هذا البرميل شو بده يسوي؟ قال له بسويش حاجه، بس ده يفجر طاقات الامه، كل الشرفاء يتجمعوا
ويعرفوا انه صار حدث. فبالتالي اطلق رصاصك، ضحي بحالك، تصبح قدوة. هذه حركة فتح. وبالتالي انا رأيي ما كان في نظام بحصل العضوية، كل من يحمل السلاح كنا نقول ينتصر إلى فكرتنا حتى لو كانوا خصوم. طيب أول زعيم عربي الآن بس أكمل لك عبد الناصر. نعم. حرام نضيع لك. نعم. يعني عبد الناصر كان علي عامر قائد القوات الموحدة في ذلك الوقت. نعم. في 65. فكان عبد الناصر كمان كانت تشكلت منظمة التحرير، وكان أحمد الشقيري رئيسا الله يرحمه أبو مازن. ذهبت إليه قيادة فتح، يعني أبو عمار وأبو جهاد، قالوا له يا أبو مازن أنت يا أحمد الشقيري أنت الآن رئيسا في مؤتمر للقمة في الإسكندرية. فبتدخل في 64 تدخل على الطاولة تضرب هيك أمام الزعماء بتقول لهم ها هي إحنا بنروح نعمل عمليات، وأنت بتقول ها هي إرادة الشعب الفلسطيني تتفجر فوق أرضه، نريد منظمة فاعلة وليس مفعولا بها. وهو كان جريء الحقيقة فيه. فقال لهم دعوني أستخير الله، ولكن ما ردش جواب. هو استخار عبد الناصر قطعا. فقيل له لا اعدل. هلا نحن رحنا كان الانفجار بده يصير نضرب في 1/9 على أساس في أكتوبر القمة. لما ما أجانا خبر اتأخرت الضربة لواحد 1/1/65، وكانت 5 عمليات محددة. يعني لما صارت الضربة علي عامر صار يلاحقنا والأردن تلاحقنا، وكل الناس المشهورين راحوا بالسجون فورا. حتى الله يرحمه غسان كنفاني كتب مقال بيقول التاءات الثلاث، هاي فتح جاءت لتوريط الأمة والتفريط بالقضية، التاءات الثلاث، التوقيت الخاطئ، التوريط، التفريط. التوقيت الخاطئ، توقيت غلط، توريط للأمة، تفريط بالقضية. فناس قال حلف سنتو، اتهمونا كل الاتهامات. هلا صارت هزيمة حزيران في 67، ودانا عبد الناصر رسالة وأنا كنت أتدرب يقول فيها يا شباب الفتح مش تنحهوا. بعدين رجع يمارس حرب الاستنزاف بال 69. نعم لا 68 بدأ 68، يعني هو اللقات الثلاث في الخرطوم إذا متذكر بعد حرب حزيران فيها اللقات الثلاث، لا صلح لا استسلام لا كذا. وبعدين ودى رسالة إلنا وكان في الهامة وقرأت علينا، يقول فيها يا شباب الفتح هبوا وقاتلوا ولو بإشعال حرائق، فإنكم إن لم تشعلوا حرائق على أرضكم فلن ترفع عليها علامة عربية قط. هذا إقرار اعتراف بكم. هذا إقرار. هلأ شو صار أبو عمار؟ صار يرقص، قالوا إحنا معانا إيه يعني بتعرفوا هو مصر بيحب مصر كثير. فنزل للداخل فورا، وأبو صبري نزل للداخل، وإحنا كنا يعني عمليات رايحين جايين. وبدأ بعديها ب يعني العدوان بعديه بحوالي 9 أشهر عملنا الكرامة، والكرامة كانت بعكس الاتجاه وبعكس التيار. حتى كان من عندكم من العراق واحد اسمه محمود عريم قائد القوات، واللي هو حسن النقيب نائبه، كانوا هذول من الناس اللي اجتمعت القيادة في السلط في جبال السلط مع عامر خماش قائد القوات الأردنية، وقالوا يا أبو عمار يا إخوان أنتوا خميرة الأمة وضميرها، انسحبوا من الغور لأنه هذا ديان جاي يطهر أوكار المخربين حسب طبيعي. المعلومات وأنه حتى الملك حسين راح يبلغ الأمريكان بلاش يغلط هذا الغلط، لأنه كان يقول بدي أتغدى في جبال السلط. فأنتوا انسحبوا كي لا تدمروا، هاي خلوها حرب جيوش.
فرجع أبو عمار مقتنع أنه حرب جيوش حسب الإخوان يعني ما قالوا له إذا معناش العراق ومعناش الأردن شو بصير فينا. ولكنه قال شو قال في اللقاء مع الكادر الأول، قال يا إخوان إحنا قانون حرب العصابات بنطبق مع ما قالوا لي يا الإخوان إنه إذا أقبل العدو أهرب وإذا أدبر أضرب ولا تضرب الرأس أضرب الأطراف، لكن أمة مهزومة إذا هربنا بنكون جبناء. الأمة الفاقدة للنصر تحتاج إلى نصر، ويجب أن نصنع النصر نحن. بأي طريقة؟ يجب أن نصنع النصر نحن. النصر له ثمن، ثمنه الدم. من أراد أن ينزف دما ليصنع نصرا لأمتي فليبقى هنا، ومن لم يرد فليتفضل خارج أرض العمليات حتى نظل إحنا المؤمنين وأنا قررت الصمود. هنا كنا 422 تقريبا، كلكم بقيت قسم كبير يعني المرضى الكذا حاولوا يطلعوهم، حتى في ناس رفضوا ناس كذا. فرجع يوم الأربعاء أبو عمار لأن المعركة كانت يوم الخميس، فقال يا إخوتي يا أحبائي وقد قررتم الصمود جميعا، فكل من في السهل سيؤسر أو يستشهد لا محالة، فمن منكم يؤثر الحياة سويعات أخرى فليصعد إلى الجبل ليشن طوقا ليفك الطوق عنا إذا ما أحكم الطوق علينا في الكرامة. لو ما قالش الكلمتين الأخيرات تاي ما حدش بخرج، بس إيه بنطلع نفك الطوق. فطلعوا إلى الجبل، وأول من قتل اللي طلعوا للجبل، لأنه إسرائيل نزلت على الأردن على الجبال قبل ما تيجينا. وكان أبو عمار في المقدمة طبعا. أبو عمار كان في المعركة في الداخل، وكان حتى أقول لك نفسية المقاتلين كيف كان بتفقد أبو عمار قبل يعني بداية الحرب بحوالي يعني المساء مساء الأربعاء بتفقد المواقع. كانت الاستخبارات المصرية معه على طول الخط بتعطيه إنه بدهم يحطوا جسور حديدية، بدهم يدخلوا من كذا محور. فإجا على منطقة فيها خندق متقدم على النهر، فسأل لمين هذا؟ قالوا للفسفوري، اسمه الفسفوري اسم حركي. فقال نادوا عليه، إجا كل واحد كان لازم يحفر له خندق، عنده الفاس تبعه، عنده كل فدائي بيحفر لحاله من زي اليوم. فقال له يا فسفوري هذا الخندق ساقط عسكريا، الدبابة بتخرج فوقك ما بتعرفش تقاتل، رجع لي لورا. شو قال له هذا؟ شوف نفسية المقاتل في حينها. قال له ألم تقل لنا كل من في السهل سيؤسر أو يستشهد لا محالة؟ قال نعم. قال ألم تقل لنا سنقلب قانون حرب العصابات لنصنع نصرا لأمتنا؟ قال له نعم. قال له ألم تقل لنا النصر ثمنه الدم؟ قال له نعم. قال أنا لم آتي هنا لأحفر خندق لأقاتل منه فقط، إنما جئت أحفر خندقي وقبري ليكون متقدما على قبرك. لا هذه كانت إذن وقفة قصيرة أستاذ عباس مشعل ثم نتواصل. مشاهدي الكرام وقفة قصيرة ونتواصل مع الأستاذ عباس زكي أبو مشعل. مرحبا بكم ثانية، ومرحبا بضيفي الكريم الأستاذ عباس زكي. أعود لو سألتك الآن أول قائد عربي دعم فتح، خلينا عبد الناصر القسط. أول قائد عربي بن بلة. بن بلة نعم. وبعد أبو مدين طبعا. وبعد أبو مدين هذاك أبو مدين عالم آخر. أولا كانت علاقة بن بلة بمصر قوية جدا جدا، وكان المصريين فاترين تجاهنا، ولكن رغم كل هذا كان معنا. ولكن لما جاء هواري بو مديان كان يريد أن يحدث التغيير من خلال إطلالته على المنطقة، فعمل أشياء غريبة. أولا في حرب حزيران، بدناش أولا نقول علينا إحنا، أرسل كل ما لديه من طائرات لمصر ولسوريا للقتال، وحينما مصر عجزت ودمرت مطاراتها وكله
ذهب إلى موسكو فعقد صفقة وأرسل لهم طائرات كمان المج و23 على حسابه 21. على حسابه. هذا نادر. طيب بالنسبة لنا إحنا الفلسطينيين كان يقول أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فلسطين هي الإسمنت الذي يلحم الموقف العربي أو يفجره. وبالتالي كان هو وراء دعم كامل للقضية الفلسطينية، بحيث في 1974 لما راح الأخ ياسر عرفات إلى الأمم المتحدة ذهب بطائرة جزائرية، كان هذا الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة رئيس في ذلك اليوم للجمعية العامة، هو اللي قدمه للعالم، كان وزير خارجية هو اللي قدمه للعالم غصن الزيتون والبندقية. وبالتالي رجع من طلع من الجزائر على نيويورك، وعاد من نيويورك بطائرة جزائرية إلى الجزائر. ثم في الجزائر الشاذلي بن جديد رحمه الله أيضا تبنى القضية الفلسطينية، وكان حتى إعلان الاستقلال من جبال الأوراس بالاستقلال الفلسطيني وإعلان الدولة سنة 88، حتى سألنا أبو عمار اللي رقص لها العالم، قلنا له هذه يعني شو بتفيد؟ قال مجرد أنها تعلن من الجزائر خلاص يكفي، ستكون دولة، لأن الجزائريين 130 سنة وطردوا الفرنسيين، يلعن أبونا إذا 130 سنة كمان وما نطردش الأمريكان. طيب في العراق، في الرؤية كيف في العراق في ذلك الوقت كان عبد الكريم قاسم، يعني هل لمستم دعم في ذلك الوقت من عبد الكريم؟ عبد الكريم كان شيوعي. لا ما كان شيوعي، يعني يسار، ميوله يسار، يساري الهوى، لكنه لم يعني هاي معلومه للتاريخ لم ينتمي للحزب الشيوعي، يعني حتى قيل ان له اسم حركه مطر وهو ليس كذلك، طبعا مو صحيح. يا سيدي المهم احنا يعني بتعرف ناظم الطبق جلو الاحكام والدنيا، واحنا كنا نسمع الناس شو بتحكي. لكن العراق دائما كان ذات موقف حميمي، ولكن في الأخير صاروا يقولوا نعطي الفلسطيني حرية، أما في الأول لا، كانوا يعتبروا بأنهم سادة المنطقة ويجب أن تكون تابعا أو ملحقا أو إلى آخره. في الأخير بعد ما صارت الشدة على الفلسطينيين والصمود الأسطوري للفلسطينيين بدأوا يميزوا أنه لازم يكون للفلسطيني شخصية ويكون له، ولكن أنا لا أستطيع يعني أقول كان علاقات ذات دعم كبير إلا بعد الكرامة. بعد الكرامة فتحوا لنا معسكر الرشيد في بغداد، وبدأت الباصات تحمل الناس للتدرب في العراق، وبدأت العراق بعد شوي نزلت كمان قوة. بعد معركة الكرامة، بعد معركة الكرامة كان عبد الرحمن عارف، في زمن عبد الرحمن عارف. عبد الرحمن عارف، أما قبل كانت علاقات ذات يعني ليست كالعلاقة مع سوريا. سوريا بدأنا فيها، انطلقنا من سوريا وهي الحاضنة. خلي نتوقف عند قصة هنا أستاذ أبو مشعل. الصراع العراقي السوري هو نعم. صراع بدأ منذ 69 تقريبا، منذ مجيء الأسد، أو 70 مجيء الأسد إلى السلطة، وبال 68 جاء البعثيون البكر إلى السلطة، وبدأ الصراع بين النظامين. كيف انعكس هذا الصراع على الساحة الفلسطينية عليكم؟ قسم فصائل استقطبتها سوريا وفصائل استقطبتها العراق، صح؟ كيف انعكس هذا؟ يعني هذا الصراع أضعف الـ 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 يعني الصف الفلسطيني. لو هلا في عندي ملاحظة كانت عليه. شوف، أولا إحنا الفلسطينيين كنا فتح بالتحديد، لا دخل لها بالشؤون الداخلية لأي بلد، وحتى لما بدأنا كان الأسد، حافظ الأسد، وزيرا للدفاع مش رئيس. في زمن أمين الحافظ تقصد؟ كان أمين الحافظ، أمين الحافظ، بس كان هو في القيادة حافظ، وكان سويدان، وكان مجموعة يعني من القادة. أعتقد أنه عمل الأسد شيء، أنه كان من الذين يعني بدوا فلسطين، خففوا الحمل لما أبو عمار اعتقل في سوريا بعد مشكلة صار عندنا حشمة وعرابي،
قتلوا بعض. عرابي كان قريب للأخوة في سوريا، صار سجن أبو عمار ومجموعة من الهاي. أي سنة هذا الكلام؟ 66. الذي أنقذ الموقف في الأخير كان حافظ الأسد، هذه للأمانة. إحنا يعني اثنين كان في خصومة بيننا وبين حافظ الأسد، فقط في أنه السوري كان بده ورقة واحدة، ورقة فلسطينية سورية واحدة، وكان هو يشعر أنه إذا هذه الورقة الواحدة هي قوة لنا. وكان أبو عمار يبالغ أحيانا يقول سوريا حافظ وسوريا الأسد من كثر ما بيحبوا بعض، فما بستحملش أن أنا وياك واحد وبعدين تكون أنت مع خصم إلي. كانوا يعتبروا الخصومة يعني المحبة من أي بلد آخر هم مش متفقين معه كأنها مشكلة. ولكن طلب من أبو عمار أنه يضرب جبهة الرفض المسؤول عنها العراق، ورفض أبو عمار ذلك. الأسد طلب منه؟ مش يعني الحالة تفرض حالها، يعني بجوز مباشرة ما حد بيقول له، بأمره بالإيحاء. ولكن كان بالإيحاء، ولكن كان أبو عمار رفض. أنا بدي أقول لك شيء، أنا قابلت لحود وهو رئيس جمهورية لبنان، سألته عن دور الأسد، إنه يعني قريب من الأسد. قال شوف أنا، إنه هو جابه يعني للحكم، فقال أبدا أنا أمرت بضرب المخيمات الفلسطينية ورفضت. منين الأمر؟ من أمره؟ قال أمرني اللي قتل، اللي قتيل أو قتل غازي كنعان. يعني مش أمرت، طلب مني. طيب نظام يعني؟ نظام يعني هذا النظام غازي كنعان ما ينطق عن الهوى. فقال أنا رفضت ذلك لأني ما مش مقتنع. قال بعديها استدعيت من الأسد وكنت أفكر أني برجعش على لبنان، فلما جلست معه قال لي أنا كثير سعيد أنه ضابط مثلك، قائد جيش مثلك بيرفض أمر. فقال أنا ما بدي أسمي حالي برفض أمر. قلت له صرت بدي أبرر له، قال لا تبرر، أنا ضد هذا الأمر، أنا اكتشفت جديد بعد ما أنت رفضت عرفت، وما كنت راضي عن هذا الموضوع وأنت رجل عظيم. أنت تعقلها؟ هذا قال لي يا لحود هيو عايش. أنت تعقلها؟ ها؟ أنت تعقل غازي كنعان يخالف الأسد ويصدر أمر بخلاف رغبة الأسد؟ أنا بحترم يعني ما قاله لي رئيس جمهورية، بقدرش أقول له كلام، بس قال لي هو كل كلام أثناء وأنا موجود مفوض عام للفلسطينيين وسفير في لبنان، سألت الرئيس لحود فقال لي هذا الكلام. وأنا بحترم لحود ولا يعني هذا أول مرة بحكيه على التلفزيونات هذا الموضوع. فكان حتى يوم جنازة باسل ابن حافظ الأسد كان أشد الناس تأثرا عليه أبو عمار، وحتى أنا كنت سابقه على العزة في القرداحة ولا والقيادة عندنا عدد، وذهبنا نحضر أبو عمار، وصل بالطائرة إلى اللاذقية وكان معنا عبد الحليم خدام يستقبله، وطلعنا حتى أبو عمار ما راح على البرزة اللي بيستقبله التعازي، ميل على قبر باسل وقرأ الفاتحة وأدى له التحية، ويعني كان متأثر. ولما رحنا على البرزة تبعت العزاء كان رؤساء وكان ناس كثير، جلس الأسد أصر على أبو عمار إلا أن يكون بجانبه، واستقبلوا العزاء على يعني أصبح معزة، أصبح يستقبل التعازي. ولما جينا نطلع قال الأسد أنت يا رفعت بتروح تودع أبو عمار. رفعت الأسد أخوه يا رفعت روح ودع أبو عمار. هاي فيها يعني دلالة طبعا، إعزازا له أكثر، أنك أنت مش النائب اللي بيستقبلك، النائب استقبلك لكن اللي بودعك الروح، العائلة بتودعك. هذا دلالة على قديش
لما أيضا توفى حافظ الأسد رحمه الله ذهبنا جميعا، وكان أبو عمار منظر لافت أمام العالم كله، وقف يؤدي التحية للرئيس حافظ وبعد قراءة الفاتحة قطعا، وطوله بتمتم وبشار والكل بنتظر كيف يخلص أبو عمار عزاءه الخاص ليدخل ليسلم على الآخرين. دلالة على أنه إحنا يعني بدي أحكي لك باختصار، من عبد الرحيم آل عبد الوهاب الكيال لعبد الرحيم أحمد لكل القادة اللي كانوا في جبهة العراق كانوا منضبطين معنا تماما وأحبة وممتازين جدا. اللي أرد وصل أستاذ أبو مشعل. نعم. اللي أرد وصل لما يلي، هل الخلاف وكذلك الإخوة في سوريا يعني عصام القاد أوصل لسؤال، الخلاف العراقي السوري شق العمل الفلسطيني أم وحده؟ الخلاف السوري العراقي لم يشق ولكن أضعف العمل الفلسطيني. لسبب، أبو عمار الله يرحمه كان يقول إذا المغرب والجزائر عشان الصحراء خسر هذا دبابة وذاك دبابة خسرت دبابتين، وإذا الصراع السوري العراقي استفحل واشتبكوا خسرنا فلسطين. طيب كيف أبو عمار كان يوازن يروح يلتقي مع الأسد بحميمية عالية ويروح لصدام حسين ويلتقي بيه بحميمية عالية؟ لا بس كان يجادل. يجادل من؟ يجادلهم الاثنين. أبو عمار أنا حكالي هلأ واحد موجود اسمه علي سالم البيض، موجود معروف، قال وقت ما كان صدام والكويت كان فلسطين والعراق فلسطين واليمن داخلين بوساطة، فقال احنا جالسين وابو عمار يقول لصدام ارجوك وزنها مش عارف شو، قال مسك في رجله هيك صدام لابو عمار قال له ركبك نازلة يا ابو عمار شد ركبك، وقال لي انا ما قبلت من صدام، وابو عمار قال له له يا سيادة الرئيس احنا شجعان يا سيادة الرئيس بس هاي امة عربية انت لازم تكون اب يعني بهالمعنى. ابو عمار السهل الممتنع، الرجل اللي معني بأمة كاملة، اقول لك هاي مش معجزة انه بيحكي مع الاسد ومع صدام مودة ومحبة ونقاش. أبو عمار كان يقيم علاقة ببريجنيف وعلاقة ببنكرايسكي الاشتراكية العلمية، المنظومة الاشتراكية اللي هي قبالها اسمه الاشتراكية الدولية. الأمر يختلف. ليش؟ لأنه إحنا إن قضية. الأمر يختلف. لا بيختلفش الأمر. كيف بقول لك كيف؟ أبو عمار عنده قضية أكبر بكثير من الاتحاد السوفيتي كانت ومن العالم الغربي. لماذا بلغ الخلاف الفلسطيني العراقي ذروته في عام 78؟ يعني أنا ما بدي حتى وصل الاغتيالات. هذه أبو نضال، شوف هذه مرحلة حقبة أدخلنا فيها أبو نضال. هو أبو نضال أولاً أبو نضال البنا، أبو نضال انشق عنكم عام 74. نعم صحيح. ليش؟ أبو نضال له أولاً، وهل كان العراق داعم للانشقاق؟ نعم. هو كان مدير مكتب منظمة التحرير في بغداد. هو أولاً أبو نضال له صرحات وله رؤية وله شوفزرينيا، وأنا كنت أنا وياه يعني في نفس المرتبة هون في الإقليم الأردن، فهو عين وقت سفيرا لنا في السودان، ثم جيء به من السودان راح للعراق، وفي العراق تم يعني وجد من يساعده من يغذيه إلى آخره، واستفحلت الأمور بيننا وبينه، وهذا يعني إحنا بنعتبر الحاضنة له راضية بتكون العراق قطعا، ولكن نحن لا نستطيع في ذلك الوقت ان نقطع علاقه مع العراق. لا هو انشقاق بسبب اجتهاد سياسي فكري. شو يعني شو سبب انشقاق؟ سبب جنان لشيء اسمه ابو نضال. ابو نضال وجوده بالعراق سلط عليه كاميرات العالم،
بحيث أنه تم شراؤه وأصبح بندقية للإيجار. انتقل من العراق إلى ليبيا، قتل كل جماعاته وكان قاتل 100%، وكل اللي قتلهم في الأخير طلعوا صهاينة، كل اللي استخدمهم في القتل كان يقتلهم لأنهم صهاينة. هو أحسن يخفي الجريمة سواء في ليبيا أو في العراق. يعني بالنسبة لأبو نضال كان عنده شوفزرينيا أو عنده مرض نفسي، نزعة الزعامة، نزعة العزلة، نزعة فوجدها في العراق، ضالته المنشودة في العراق، فصار عنده جنون. طيب سؤال، ليش العراق يحتضن شخص هو بالنهاية حسب تحليلك أنت هو أرضى ينخر في العمل الفلسطيني؟ أوكي، هلأ إحنا صار عندنا في 74 كمان قضية الدولة اللي يعني اللي بدنا دولة على الجفتلك يعني في ذلك الوقت، فاعتبروها العراق شأن من شأن التنازل يعني، وبدأت جبهة الرفض وما رفض وكذا وإلى آخره، وكانت العراق الحاضنة. ولكن ما كنا يعني نحن في صدام مباشر مع النظام بقدر أنه الأدوات النظام المنسجمة مع العراق تماما كانت وزنها في العداء غير واضح، كلهم إلنا إخوتنا وحبايبنا. ولكن اللي طلع فوهة مدفع اسمه أبو نضال، وأبو نضال آذى العراق أكثر يعني، بعدين راح على ليبيا واشتغل ضد العراق كمان. هو هو رواية المخابرات العراقية تقول أن أبو نضال جاء إلى العراق بجواز يمني، هو ممنوع من دخول العراق، وبعدين اكتشف أن دولة عربية سخرت الاغتيال صدام حسين. هاي رواية المخابرات مرة الأخيرة هاي اللي قتل فيها، يعني ما تبعتش منيح، بس أنا اللي بقوله أنه هذا الرجل قتل حتى أحبائه، مرة جمعهم في لبنان قادة كلهم اللي انشقوا معه علينا بعد جهد يعني، جمعهم وقالوا سلاح بلاش يدخل سلاح على الاجتماع، أخذوا كل مسدساتهم برا، وبعدين دخلوا مجموعة رشتهم كلهم قتلتهم 37 واحد من قيادته، قيادته الأولى يعني، استبقى منهم فقط الموالين والخبراء معه في القتل والتجنيد. وفي ليبيا كان يصب عليهم بطون، اللي ينفذ مهمة يجيبوا ويقتلوا، قسم منهم هلا معنا واعترفونا. آخر واحد بقول لك اسمه حمزة، أنا مطل عليه لأنه قتل أبو إياد في تونس، وبعدين إحنا حمزة قتل أبو إياد؟ نعم. كان أحد القتلة يعني؟ لا هو قاتل دخل، هذا حمزة كان يعني مع أبو نضال، لجأ لعند أبو الهول إنه أنا كاره أبو نضال بديش أشتغل معه، وحكى له على كان أبو الهول مسؤول الأمن الداخلي، فأبو الهول اطمأن له جابه وحطه عنده، وبعد تجارب له طلع إنه الولد يعني باقي مظلوم وبده يهرب من عند أبو نضال، بالعكس كان مرتبط في أبو نضال أو في إسرائيل. أبو نضال كان بده يقتله عشان بجوز اكتشف إنه بيلعب، لكن اجى عنا يرتب حاله منشان يقنع ابو نضال اني انا محترم. فاجى عمل كمين هو في بيت ابو في مع حراسات ابو اياد ابو الهول، ابو الهول علما بانه حضرنا ابو الهول منه، في واحد اسمه نيازي اجى الي قال لي روح اقنع ابو الهول يطرد هذا من عنده هذا كذا، رحنا لابو الهول قال لا ما تتدخلوش، هذا إنسان مظلوم والجمل إذا وقع بتكثر سكاكينه وكذا. فكان ليليت رايح يسر أبو إياد وواحد اسمه محمد العمري الله يرحمه من الأبطال يعني الفرسان فتح عند أبو الهول، وبده يلحقهم أبو لطف بعد ساعة فرق دمه. فهذا الرجل كان طالع فوق دخل جوا البيت على أساس يقدم قهوة ولا شاي، ولما دخل بدأ يطلق النار، فتفاجأوا بده يقتل بس أبو إياد، فأبو محمد العمري حط حاله قدام أبو إياد قتل، فأبو الهول انجن سابه أبو الهول بدوش يقتل أبو الهول، فأبو الهول
هجم عليه، أطلق النار على أبو الهول، ودم أبو الهول وبطنه دم كله لحقه، ولكن سقط أبو الهول سريعا. هو طلع اتخبى في البيت فوق عند مرتب الهول، يعني أبو أياد ما قتل، قتل كلهم، قتلوا الثلاث. وبعدين أجت توانسة أخذوا قطعا حبسوا، وبعدين سلمونا إياه، رفضوا أن نسوي فيه إشي في هناك لأنه هذا إسرائيلي يعني. صار أخذوه على اليمن، حاكمنا باليمن، طلبنا من اليمنيين إعدامه، فقالوا لنا لا، ما يعدم، لأنه أبو الهول هدد، أبو نضال هدد اليمن وهدد تونس، وكان أبو نضال بدفع الناس خاوة 50 مليون وعشرة مليون يعني بندقية للإيجار وبعدين مدعوم. فقلنا، رحت أنا أخذني أبو عمار معه عساس إلي جاه عند علي عبد الله صالح وصديقي يعني، وخدنا إياد ابن أبو إياد معانا. وقلت أنا للرئيس أبو عمار، قال لي أنت اللي بتحكي. فحكيت للرئيس علي عبد الله صالح، حيو بسمع إذا بسمع الاتجاه. فقلت له أبو إياد أعطيته وسام الشجاعة، أبو إياد بحبكو وأصبح جزء من البلد، فبسوى رب الناس نعدم هذا اللي قتلوا على أرضكم. تحير هيك، قال طيب خذوه خارج المياه الإقليمية وعدموه. أعطانا إياه عساس نعدمه، واخذناه بطائرة، نزلنا احنا بالحديدة والشباب أخذوه على المياه خارج المياه الإقليمية وقتلوه في البحر. في البحر، لأنه ما كان بلد تستحمل تعادي أبو نضال. ثم تغيرت الأوضاع، 79 صار مشروع الوحدة بين سوريا والعراق. كيف كنتوا؟ يا الله، شو شعرنا بسعادة، زي ما شعرنا بسعادة مصر وسوريا، احنا طلاب وحدة. احنا بدك تفهم شغلة ابو تمام، احنا قانوننا بحركة فتح ان فلسطين والقدس العاصمة النواة لدولة الوحدة العربية، وقسما بالله اذا تحررت هاي البلد لن يكون شرطا إلنا على أي عربي من أن تكون بلده. إحنا بنشعر إننا العاصمة النواة لدولة الوحدة العربية، نتألم على أي صراع في المنطقة. أنت مراقب وقريب من القرار في سوريا والعراق، من الذي كان راغبا في الوحدة ومن الذي لم يكن راغبا، ومن الذي خرب المشروع باختصار في آخر دقيقتين؟ يعني والله كلاهما أنطونيوس وبروتوس. أنا ناقشت كثير عبد الحليم خدام، وكان يروي الرواية تلو الأخرى إنه صدام هو الرفضوي وهو اللي مش شايف أمامه حدا. وأنا مع العراق حكيت مع طارق عزيز، وكان أيضا يسرد الرواية تلو الأخرى إنه الموقف يعني السوريين هم الأساس. فنحن في لا نستطيع أن نصدر أحكاما، لأنه ما كنا نحن داخلين زي مش أعضاء في حزبهم يطلعون على القضايا السرية. الناس العداء بين الاثنين ما كان لحل، يعني مرض عضال. أنا كنت يعني دائما حديثي معهم إنه أنتم بتحبطونا، إنه حزب واحد ينشق على نفسه، حزب واحد ضد بعضه. بعدين لما تقعد تشوف مثلا أنت أمين الحافظ صاحبك قاعد بالعراق يعني كل اللي كنا نشوفه بنحكي معهم ونتمنى فعلا أن نخرج. وأنا أتحفظ الآن عن إصدار حكم، بجوز في الذهنية اللي عندنا تكون شيء وعلى أرض الواقع شيء آخر. يعني لما كان يصير أي شيء في العراق يعدم فلان أو فلان نتألم، يعني نسمع أنه فلان قتل وهو عضو بالقيادة ننزعج. لما يصير تغيير بسوريا كمان نتألم، بس انت في نهاية المطاف عشت من أجل اكتناز الألم، لأنه عندك قضية، انت قضية كبيرة اسمها القضية الفلسطينية. نسمع آراء سورية أحيانا في بعضهم، نسمع آراء عراقية في بعضهم، ولكن احنا من رواد وحدة العرب. يعني
قديش الكويت ظلمونا واعتبرونا اننا والله يعني احنا بجوز كنا مع صدام. لا بالعكس، احنا مع صدام لما صار عليه عدوان ثلاثيني، ولا بيننا وبين العراق يعني ما صنع الحداد زي ما قلت. ولكن لما بصير عدو خارجي عليك احنا معك ولو انت ضدنا. اذا في بيت شعر بقول: فإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإني وأنا وأخي وابن عمي إن الذي بيني وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. كيف أنا كنت عايش؟ أنا عايش إني عربي. إحنا كنا نقول فلسطين عاشت فلسطين حرة، ما قلنا فلسطينية، عاشت فلسطين حرة عربية. وبالتالي نحن نألم، يعني ما بدنا صراع يكون بين الجزائر وبين المغرب، ما بدنا صراع احنا والليبي، ما بدنا صراع احنا والمصري. ولكن انا بقول الحكمة واللي خلتنا نظل هيك بعقليتنا، انه لما عبد الناصر يستنجد بك وانت تأتي بالكرامة إلو وترد الاعتبار لجيوش هزمت وأراضي احتلت وشرف العسكرية العربية، والملك حسين يقول كلنا فدائيون، هون عبد الناصر استدعى أبو عمار وراح عنده قال له: والله يا ياسر، كلامك عن فتح صحيح، وفتح وجدت لتبقى. هذا بعد 67، بعد الكرامة، بعد الكرامة هذيك بعد 67 قال هبوا وقاتلوا. الآن قال طلعت صادق يا ياسر بفتح، ففتح وجدت لتبقى. قال له: يا سيد الرئيس، وجدت لتبقى ولتنتصر. قال له: النصر مش من عندي، تفضل معي. أخذوا على موسكو، قال لهم: أي صاحب القضية ادعموه. وبالتالي بدأ الدعم السوفيتي بعد أن أخذ قدمنا عبد الناصر الذي كان لديه القواعد السوفيتية وله الدعم السوفيتي وله الإطلالة على حركة التحرر وعدم الانحياز، وإلا كان السوفيت أيضا مصنفنا أننا سعوديين، ولا مصنفنا أننا يمين، ولا أننا لسنا شيوعيين. وبالتالي أنا رأيي صار عندنا إحنا في نهاية المطاف، السوريين الآن يقولوا أنكم أشرف العرب، السوري بيقول هلأ، وآخر لقائي مع السيد سنعود بشار لهذا اللقاء. سنعود لهذا قال هذا. المصريين يقولوا أنكم القمة، يعني أنتم أساتذة، أنتم ناس عندكم قضية. لكن المصريين غالقين عليكم غزة. شو؟ نعم غالقين غزة عليكم. ما هي غزة هاي قصة أخرى، يعني غزة خرجت عن الشرعية بين وبينك. بعدين نرجع، فأنتم حماس بقول لك لو الأخوة بحماس التقطوا الرسالة ونضوا فورا في الإطار الفلسطيني، بتقدرش مصر تقول إشي عليهم. ولكن للأسف اختاروا أنهم وكل يدعي الشرعية لنفسه. لا 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 لا، معلش، لو ظلوا شرعية فلسطينية بيهمش، بس لما بخرجوا مع الإخوان المسلمين اللي بيحضروا لانقلاب في مصر بتزبطش. لما بيفتحوا إذاعاتهم وتلفزيوناتهم على مصر بتزبطش. يعني احنا مستعدين، لو الفلسطينيين موحدين ما نظام يجرؤ عربي انه يتدخل، لانه تدخله بده يحارب اسرائيل، بيستجروش على اسرائيل. اذا ما لهمش حجه علينا لما احنا نكون بيتنا مرتب وعنصر جاذب ومش مختلفين. بس اذا مختلفين مع بعضنا بقول لك اذا بيقبلوش بعض كيف نقبلهم ويقبلونا؟ فهذه العله، يعني العله فلسطينيه. اذا انتهى زمن هذه الحلقه استاذ عباس زكي، نتواصل معك في حلقة أخرى ومحطات أخرى ومهمة في تاريخ الحركة الفلسطينية التي هي جزء من التاريخ العربي. شكرا شكرا مشاهدي الكرام، شكرا لإصغائكم، انتظرونا في حلقة أخرى مع ضيفنا المناضل الفلسطيني الأستاذ عباس زكي.